كنشوفها يعني اثمنه بصراحه غير معقوله، غير معقوله 80 درهم الكبار و50 درهم الصغار، والانسان اللي عنده اربعه الدراري خاصو يفكر، خاصو واحد الميزانيه باش يجي هنا لحديقه الحيوان، وهذا لا يقبله العقل. وثانيا هذا مشروع دا سنين كثيره، كان خاصو يتشان في عامين هذه، ولكن راهو تعطل وغادي يزيدوا القضيه ديال الاثمنه. كنشوف بان شويه غير معقوله بالنسبه لي انا كمواطن مغربي، وكنشوف ناس اخرين اللي هما عندهم ابناء وعائله كبيره، فما غاتستطعش انها تجيو حداها الحديقه، حداها قريبه للبرنصي وقريبه لعين السمع، والناس ساكنين حداهم وما يقدروش يجيو ليها. هذا غير معقول، ما تكون واحد الاثمنه بسيطه باش يشجعوا الناس يجيو، لان راه ماشي في الاثمنه هي المهمه، راه في الكثره، خاص الناس تجي كثره بالكثره تزور. تكون مناسبة في حالة إلا كانت هذه الحديقة أولا كمرفق عمومي ومتنفس ديال الساكنة، تكون في المستوى أولا، وثانيا كقدرة عند المواطن. هادشي بزاف، أنا كيبقى مرفق عمومي هذا ديال الناس، والناس الكبار راك عارف الأغلبية ديالهم دي روتريتي، والمدخول ديالهم ضعيف، وحتى الوليدات خصهم يفرحوا انديبوندامون على التكاليف الغاليه على والديهم. نورمالمون عائله عاديه ما تقدرش تدخل هنايا، ما تقدرش. اثمنه باهظه بزاف، ما كنت تلاومش الفئه الصغيره ولا الفئه اللي ما عندهاش، واللي كاين اللي ما عندوش. كنعقل عليها انا كانت دايره 5 دراهم الدخله، كنت باقي صغير، واستغرقوا مده كبيره باش يصالحوها، وهذه غيكون مشروع فاشل بطبيعة الحال. ثمن باهظ، ماشي في مستوى ديال الطبقة الشعبية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.